السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. في هذا الفيديو عاود وليت لكم كما وعدتكم فيديو عملي على اللون الرمادي او سيلفر اللي راهم حابينه بزاف. درته لكم في هذا الفيديو، درت لكم على شعر غامق كيفاش سحبنا له اللون حتى ولا سيلفر بلا ما يتحرق لنا شعرنا. المهم هذا كان شعر طبيعي ماشي مسبوغ، يعني ديجا تصبغ شحال من خطره يكون مسبوغ صبيغه فوق صبيغه مع سحب اللون يتحرق لنا شعرنا بيان سور. مي كيكون شعر طبيعي ماشي ممسوس، يعني شعر طبيعي ما مسيناهش قاعيتك، يكون اقل ضرر من اللي يكون مسبوغ. فوالا، نشكركم اول حاجه على لي كومونتير شابين اللي تخلوهم لي في شاك فيديو، نلقى دي كومونتير بزاف شابين. نشكركم بزاف على الدعم تاعكم. والله غير في هذا الفيديو راني مدلكم من قلبي ونفهمكم تري تري بيان. الحمد لله كي وصل، يعني كاين بزاف اللي وصلتهم المعلومات اللي نمدهم. نشكركم بزاف. وقبل ما نبدا لكم هذا الفيديو نعطيكم بعض النصائح او الملاحظات. اول حاجه، ما نتحمل اي مسؤوليه في وحده ما يخرج لهاش هذا اللون اللي حنديرو. اذا كان شعرها تدير هذا اللون على شعر غامق او مسبوغ باي لون، يقدر يخرج لك في الجذور برتقالي، او يخرج لك اللون على الاطراف الشعر محمر يعني فيري لك للغو، ويخرج لك تاني هذا اللون غامق. سما هذا اللون اللي حنديرو على شعر مسحوب اللون، يعني كما فهمتكم في الفيديو اللي سبق. والحاجه الثانيه اللي نهضر لكم عليها هي ما ننصح حتى وحده دير سحب اللون بلا ما تكون عندها خبره ولا ديجا تعلمت هذا الميتي ولا تعرف شويه في هذا الميتي. لازم تكون أمود، يعني على الاقل ديره لكم وحده تكون بروفيسيونيل، ولا عندكم طريقه واحده اخرى هي ديروا لو بوني تاع ليماش، تجبدوا شعركم شارجي كثيف، تجبدوه بزاف تكون شارجي باش تقدروا تتحكموا في اللون باش تصبغوا هذا اللون تاعكم، هذا اللون اللي حنديروا. هادو هما النصائح اللي حنديرهم، ان شاء الله يفيدكم هذا الفيديو. راكم تشوفوا هنايا شديت هدايا شعر، نقولوا بالتقريب الرقم تاعو تقريبا نقولوا شاتان بالتقريب. خديت خصله منه درت لها سحب اللون، هاي ليك خصله منه درت لها سحب اللون، سييت الاصفر الباهت. دوك نطبقوا لها الصبغه. هنايا هاي ليك الصبغه اللي حنديرها لكم تاع اندريا، اشقر فاتح رمادي بلون كلير ساندري، مع 20 فوليوم وشويه من شامبوان سيلفر. هنا يعني وريت لكم درت كميه الصبغه نفسها كميه الاكسيدان وشويه تاع شامبوان سيلفر، درت شويه. دوك نميلونجيهم تري تري بيان، نميلونجيهم مليح ونابليكيوها على الشعر كيما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما خلطناهم دوكا نابليكيوها على هدية الشعرة اللي درت لها سحب اللون ونولي ليكم. هنايا عايلك واسيت مادام الشعرة راهي مسحوبة لدرجة بزاف كلاغ، درجة تاعها فاتحة، سما تستقبل اللون بسرعة، سمعتوا ما تراقبوها اللون اللي تحبوه حبسوا فيه من 10 دقائق حتى نصف ساعة. انتم ما تقدروا تغسلوها حتى وين حبيتوا، انا دوك كل دقيقة نوري لكم حتى وين وصلنا باش نغسلها. هنا اذا راكم تلاحظوا اللون او تبدل دا يتبدل لنا مدة 10 دقائق. هنا دوك نزيد نخليها مدة 20 دقيقة ونولي لكم
وزيدو نشوفو شحال دوكا قد ما ندنا وزيد اللون يغمق. شوفوا هنايا المده بعد 20 دقيقه، مش عارفه اذا راهو يبان لكم، مي بدا يتفونسا. هاوليك نعاود نولي لكم مورا 10 دقائق، يعني نص ساعه ونعاود نوليو. وهنا بعد نص ساعه على باليش الى ويبان لكم اللون مليح. المهم بركي نغسلو يبان مليح، هاو خرج السيلفر اللي حبوه، هذا هو السيلفر. دوكا ديك نغسلو ونوري لكم النتيجه. هاوليك سيد بالاضاءه تاع برا يبان لكم مليح. شوفوا كيفاش انتقلنا من الشعر الغامق حتى للسيلفر بلا ما يتحرق لنا الشعر.